أحبتي صغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الأول ابتدائي. إذن أحبتي الصغار، اليوم لدينا حصة جديدة ضمن حصص طريق النجاح. إذن عندنا الأسبوع 18 الوحدة الرابعة، إذن مجال الحي والدوار. إذن حصة اليوم هي قراءة حرف الهاء. إذن نكتشف ونتعرف حرف الهاء. أحسنتم. اذا قبل ما نبداو الحصه ديالنا احبتي الصغار، ما تنساوش اشتركوا عندي في القناه، فعلوا زر الجرس، خليوا لي جيميل هذا الفيديو. هذا كان عندكم شي اقتراح او شي تساؤل فخليوه لي في بلاصه التعليق، فانا احبتي الصغار اكيد كنقرا جميع التعليق ديالكم. اذا على بركه الله غادي نبداو الحصه ديال اليوم. اذا كما قلنا في حصه اليوم هي نكتشف ونتعرف حرف الهاء. اذا هو هذا هاء بهذا الشكل. اذا أرفع يدي إذا سمعت الصوت هاء. أرفع يدي إذا سمعت الصوت هاء. إذا إلى سمعت الصوت هاء غادي تهزوا يديكم. أرفع يدي إذا سمعت الصوت هاء. إذا عندنا هنا هاتف، نكتبوها بهذا الشكل هاتف، تكتب بهذا الشكل هذا. إذا هاتف، انتم راه ما مطلبش منكم انكم تكتبوها، فقط انا كتبتها لكم باش يبين لكم واش فيها حرف الهاء او لا. هاتف. اذا هل سمعتم الصوت هاء؟ اجل سمعنا الصوت هاء. اذا غادي نهزوا يدينا او سوف ارفع يدي. اذا هاتف، جميل. اذا نمشيو دابا للصوره المواليه. عندنا هنا هرة. هرة. اذا هرة يعني اكتبوها. عندنا هنا هرة، اذا كتكتب بهذا الشكل هذا هرة. اذا هل سمعتم الصوت هاء؟ اجل سمعنا الصوت هاء. اذا هرة، احسنتم. اذا نمشيو دابا للصوره المواليه. عندنا هدهد. هدهد، اذا اكتبوها هدهد. اذا كتكتب بهذا الشكل هذا. اذا هدهد. اذا هل سمعتم الصوت هاء؟ نعم سمعنا الصوت هاء. اذا في كلا الصور الثلاث لدينا الصوت هاء او الحرف هاء. اذا عندنا هنا هاتف هاتف، عندنا هنا هرة هي، وهنا عندنا هدهد هدهد. اذا نذكر جوج ديال المرات. اذا في كلا الصور الثلاث سوف نقوم برفع اليد لاننا سمعنا الصوت هاء. احسنتم. اذا دابا غادي نمشيو للسؤال الثاني. والسؤال يقول اقرا واتعرف اشكال حرف الهاء. اذا غادي نقراو حرف الهاء ونتعرفوا الاشكال ديالو، كيفاش كيكون في اول كلمه، كيفاش كيكون في الوسط ديال الكلمه، وكيفاش كيكون في اخر الكلمه. اذا غادي نبداو بالحرف في اول الكلمه او حرف الهاء في اول الكلمه. اذا هنا عندنا هرة، هي هذه هي القطه. هرة هرة. اذا هذا هو الشكل ديال حرف الهاء في اول الكلمه، كيكون هكا دائما هكا. هنا عندنا هدهد. هدهد هدهد. اذا هذا هو شكل حرف الهاء في اول الكلمه. اذا دائما حرف الهاء في اول الكلمه كيكون بهذا الشكل هذا. اذا نعاودوا نقراو هرة. هرة. اذا عندنا هي. هدهد. هدهد. هو حرف الهاء، جميل. دابا غادي نمشيو نشوفو كيفاش كيتكتب حرف الهاء في وسط الكلمه. احسنتم. اذا هنا عندنا كلمتين. عندنا مهد، هو هذا صرير الطفل الصغير او الرضيع. مهد. مهد، اعيدوا معي مهد. اذا هذا هو الهاء في وسط الكلمه. اذا هذا شكل اخر لحرف الهاء، وهكا كنلقاوه في وسط الكلمه دائما. هذا الشكل هذا كنلقاوه في وسط الكلمه، ما يمكنناش نلقاوه لا في الاخير ولا في اول الكلمه، كنلقاوه فقط في وسط الكلمه. نمشيو دابا الكلمه المواليه. عندنا درهمون. 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 اذا حرف الهاء. اذا هذا الشكل هذا كنلقاوه يا اما في اول الكلمه او لا في وسط الكلمه، اول كلمه او في وسط الكلمه، لكن هذا الشكل هذا كنلقاوه فقط في وسط الكلمه. احسنتم. اذا نمشيو دابا نتعرفوا على حرف الهاء في اخر
مدى الكلمة. إذن حرف الهاء في آخر الكلمة. إذن عندنا منبهن منبهن منبهن. إذن بهذا الشكل هذا. إذن هذا حرف الهاء كيكون في آخر الكلمة بحال التاء مربوطة ولكن ما عندوش النقاط. إذن هن أحسنتم. هنا عندنا منتزهن منتزهن منتزهن. إذن هذا شكل آخر لحرف الهاء اللي كيكون في آخر الكلمة. إذن كيكون دائرة بحال هكا. إذن بحال التاء مبسوطة ولكن مربوطة ولكن ما عندهاش النقاط. إذن أعيد منبهن منتزهن. أحسنتم. إذن هنا عندنا هرة نعود نقرأ هدهد مهد درهم منبه منتزه. أحسنتم أحبتي الصغار. إذن دابا غادي نمشيو للسؤال الموالي. إذن أحسنتم. إذن عندنا هنا أركب المقاطع من المقاطع كلمات وأقرأها كما في المثال. أعيد أركب من المقاطع كلمات وأقرأها كما في المثال. إذن هنا هادو مقاطع ياك. مطلوب منا هو أننا نجمعوا هاد المقاطع هادو ونكونوا منها كلمة بحال هاد المثال هذا. عندنا هي لا لن هي لا لن. إلى جمعنا هاد المقاطع هادو كاملين غنحصلوا على كلمة هلال هلال هلال. وهو هذا الهلال الهلال. إذن هلال. أحسنتم. إذن هنا عندنا كلمات عفوا مقاطع صوتية أخرى. عندنا ها را با ها را با. إلا جمعناها غتعطينا كلمة هربا هربا. إذن نكتبوها بهذا الشكل هذا ها را با هربا بهذا الشكل هذا أحبتي الصغار. عندنا المقاطع الموالية. عندنا هد هو دن هد هو دن. إلا جمعناهم غيعطينا كلمة هد هدن. إذا نجمعوها عندنا هد هدن بهذا الشكل هذا هد هدن. أحسنتم. عندنا هنا زه را تن زه را تن. نجمعها غتعطينا كلمة زهرات زهرات. إذا نكتبوها نكتبو زهرات. نتوما بشوية عليكم تا تكتبو الكلمات ديالكم. إذا جميل. إذا أحبتي الصغار بهكا كنكونو سالينا الحصة ديال اليوم. نتلاقاو إن شاء الله في الحصة الماجية. ما تنساوش تشتركوا في القناة تفعلوا زر الجرس خليو لي جيم لهذا الفيديو هذا. كان عندكم شي اقتراح أو تساؤل فخليو لي في بلاصة التعليق. إذا دمتم في رعاية الله إلى اللقاء في الحصة الماجية إن شاء الله.